مساء الخير. لا تزال الكتل الهوائية الحارة مسيطرة على أجوائنا. لبكرة بتفصيل جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة عالية، ورح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع عكار و30 درجة، 33 بطرابلس، 31 بالعاصمة بيروت و32 بصور. ننتقل إلى بعلبك مع 36 درجة، 25 باللقلوق، 35 بزحلة و29 بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 80%، ريح اتجاهها جنوب غربي، وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة وحال البحر هادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ مثل ما ذكرنا لبكرة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، درجات الحرارة عم تسجل 31 درجة، كذلك الأمر بالنسبة لنهار الخميس وجونا صافي قليل الغيوم وبتنخفض بشكل بسيط اعتبارا من نهار الجمعة، وبتسجل 30 درجة للجمعة والسبت وجونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. هون نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير.